قزمان الظفري ابنه أو يكنى بأبي الغيداق، أبو الغيداق يكنى بها، وهو قزمان الظفري من بني ظفور، بطن من بطن من بطون الأنصار. روايتان رجح ابن حجر على أنهما قصة واحدة وإن كانت الروايات متعددة، وذكر غيره بأنها روايتان، قيل أنه كانت في غزوة خيبر، وقيل أنها كانت في غزوة حنين. أش من سنة كانت غزوة خيبر؟ لما كانت ستة تكون سبعة، لما كانت سبعة تكون ثمانية، إمتى كانت غزوة خيبر؟ هذا هو التاريخ اللي خصنا نعرفه، ماشي النمرة الصباط ديال ميسي وشحال لعب من ماتش لاخر وفين كيلعب فلان واش في الفرقة كان. هذا هو اللي خصنا نعرفه. خيبر التي كانت نصرا للمسلمين على من؟ اللهم أرنا فيهم يوم الأسود، كانت في السابع من الهجرة، ويوم حنين اش من سنة كان؟ من بعدها السنة الثامنة للهجرة مباشرة بعد الفتح، 8 هجرية. جاء قبل ما تبدأ الغزوة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شكون هو؟ شكون؟ قزمان الظفوري. جاء هو الأصحاب دياله، فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام هو أصحابه، ثم أظهر للنبي عليه الصلاة والسلام أنه سيبلي بلاء عظيما في الغزوة، سأفعل ويفعل من معي وأجاهد وأقاتل وكذا، ثم انصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حوله هو في النار، فذهب في ذاك اليوم وقاتل قتالا لم يقاتل أحد مثله، ضرب بسيفه وبنباله وبرمحه ولم يكر أو يفر، كان في كل شاردة وواردة كما قال الراوي، وكان في كل صغيرة وكبيرة، وكان في كل عظيم وقطمير. قال لك ما شناش بحاله في ذاك النهار، حتى تعجبنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فرجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك اليوم وقلنا يا رسول الله، قزمان أبلى بلاء عظيما وقاتل قتالا كبيرا ولم نر مثله في هذا اليوم، قال هو في النار. فقام أكثم الخزاعي رضي الله تعالى عنه، قال أنا أتبعه وأرى ما يفعل في اليوم الموالي، وكذلك كان الأمر، كما فعل في يومه الأول فعل في يومه الثاني، وضرب وجرح ووقع له من الجراح وأثخن بكثرة الدماء حتى سقط أرضا فظنوه أنه استشهد، فعادوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم يصدقون في قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكذبون، لكن أعينهم ترى خلاف ذلك، فقالوا يا رسول الله قزمان استشهد ومات وهو يحارب ويقاتل وأدخلته الجراح وسقط أرضا، فقال عليه الصلاة والسلام هو في النار وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا بأكثم الخزاعي يقبل والناس مجتمعون ويقولون
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. لقد تبعته لما سقط وقد أثخن بالجراح فلم يطق العيش فأمسك سهما وأراد أن ينحر نفسه فلم يطق، ثم أخذ سيفه فوضع ذبابة سيفه مقدمته على صدره فتحامل عليه حتى خرج السيف من ظهره فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. عدم اليقين في الله، عدم الثقة في وعد الله. إنما الأعمال بالخواتيم.